مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ الجزء الثاني من فيديو أسئلة المتابعين من سلسلة No More، وخلينا نبلش بشكل سريع. مرحبا، أنا جاسر مصطفى، اليوم جاي أجاوب على أسئلة المتابعين اللي بتخص الشغل أو التوظيف أو whatever الأسئلة اللي كانت لها علاقة بالفيديوهات اللي عم بحكيها عن دولة قطر. فأجيب لك فنجان قهوة أو قعد أو احضر على التلفون أو سوي اللي بدك إياه، هذا الموضوع بخصك لا بخصني، بس خلينا نبلش. السؤال اللي اخترته اليوم من ديما الجيريان، شكلها من الجزائر، حياكي الله أخي. رجاء، ما هو الأحسن في رأيك، السيرة الذاتية ب فرنسية أم الإنجليزية أم العربية؟ السيرة الفرنسية في دولة قطر، السيرة الفرنسية، السيرة الذاتية في دولة قطر عندك خيارين، إما بتبعتها باللغة العربية أو بتبعتها باللغة الإنجليزية. الفرنسية أصلاً انسى الموضوع تماماً. نيجي لاثنين، هل عربية أم إنجليزية؟ نصيحتي الشخصية ابعتها باللغة الإنجليزية، لأنه إذا كان الحدن اللي عم بيستقبل السي فيز هو ريسبشنست أو سكرتاريا أو اتش ار ديبارتمنت، بالأغلب الجنسيات اللي بتكون هي جنسيات آسيوية أو جنسيات هندية، فما راح يكون عنده أبيليتي إنه يقرأها باللغة العربية ويعرف متطلبات العمل، هل أنت السي في تبعك بتقابلها أو لا. وباي ذا واي، أنا بالنسبة لي مثلا بالشركة لما أطلب شغل مش دائما أنا الفلتر السيفيات اللي عم تجيني، إلا إذا كنت أنا كثير يعني مهم بالنسبة لي هذا البوزيشن، فبطلع كل السيفيات مثلا أو أغلب السيفيات اللي بتيجي، لكن بالأغلب بعطيها للدوكيمنت كنترولر أو بعطيها للسكرتير وهو من جنسية آسيوية وما بيعرف عربي. فاللي بيبعت السيفي باللغة العربية ممكن يظلم حاله بس لأنه اللي استقبلها ما بيعرف عربي. الخيار الثاني إنه بعتها في اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بس أنا واحد من الناس بحبش استقبلها في اللغتين، يا بستقبلها هيك يا بستقبلها هيك، وهاي أذواق ومش زناخة ومش تقل الدم ولا أي شيء من هذا المجال، لكن هي يعني طبيعة شخص كيف بتعامل مع الإيميل. فأنا رأيي الشخصي ابعتها في اللغة أو بعتيها باللغة الإنجليزية وبالتوفيق. نروح للسؤال يلي بعد، أنت تعرف أكثر في هذا المجال، إن شاء الله نعرف أكثر، ممكن ألقى شغل عن طريق إرسال سيرتي الذاتية لشركات بناء أو مقاولات في قطر، مع علم أنا من الجزائر وبدي أخذ رأيك، علمني مثل أختك عم تسألك، خرجت ولم تجد شغل في بلدها فقررت تشوف عمل خارج البلد، كيف تتصرف وهل هذا الطريق للوصول لعمل جيد أو أصبر حتى يفرج الله علي بعمل فيه؟ أول شغل الله يوفقك وإن شاء الله تكوني زي أختي، وخلينا أجاوبك السؤال عشان تعرفي كيف تتصرفي. إن شاء الله إنه الله برزقك شغل في بلدك إذا أنت حابة إنك تشتغلي في بلدك، بس دوري منيح، تشتغلي حالك منيح، حط السي في تبعك منيح، وحاول توصل لكل الشركات اللي بيشتغلوا في المجال اللي أنت بتشتغلي فيه. البارت الثاني، هل إرسال السي في لشركات المقاولات والإنشاءات هيساعدني بإني أنا أحصل عمل؟ الجواب هو نعم، لكن كم النسبة هي أنت وحظك، توفيق من ربنا، وقديش الشركات اللي أنت أو أنت بتبعتي لهم وبكونوا فعليا محتاجين الشخص اللي مع هذا التخصص او اللي قدم هاي السي في. بس في فيديوهات حكيت فيها عن كيف نعمل السي في اللي عم تطلع على السكرول، وفيديوهات حكيت عن كيف نبعت الايميل اللي فيه السي في للشركه اللي انا بتوظف فيها، وين ادور اصلا مثلا لينكدين ولا مش لينكدين، ابعت على الايميل ولا ما ابعت على الايميل. فسوي اللي موجودين بهدول الفيديوهات وان شاء الله انه بلاقيك في دوله قطر، وان شاء الله نتعرف على بعض بشكل شخصي وبنبسط بوجودك في دولة قطر. فالجواب نعم، ابعثي. السؤال اللي بعده، اجعل الفيديو اللي اسمه كيف ممكن تلاقي شغل في قطر والتفاصيل المهمة من عرض العمل والعقود وغيرها، والمطول اسم الفيديو. المهم السؤال بيحكي، لو سمحت لدي سؤال، هل يجب التواصل مع الشركات باللغة الانجليزية ام بامكانك التواصل معاهم باللغة العربية فقط؟ واللي بعد ما جاوبت برضو سألت سؤال ثاني، ومن بعد تعامل مع الموظفين برضو باللغة الإنجليزية. من السؤال أجا من ديانا سالم، أول شيء التواصل مع الشركات مش شرط يكون باللغة الإنجليزية، بس الأفضل يكون باللغة الإنجليزية، لأنه أنت ما بتضمن الطرف الثاني اللي راح يشوف إيميلك هل هو بيعرف عربي ولا هو شخص ما بيعرف عربي. فالأضمن والأحسن عشان ما يروح الإيميل على الفاضي أو ما يروح التواصل على الفاضي إنك تتواصلي معهم باللغة الإنجليزية، ومش شرط تكون فلوينت، يعني مش شرط تكون سفاحة أو شرط تكوني سفاحة إنجليش عشان تقدر تتواصل معهم، عادي تواصل المعلومة وتفهم عليه.
بارت الثاني، هل تعامل مع الموظفين باللغة الإنجليزية؟ ما حدا رح يجبرك كيف تتواصلي أو تتعاملي مع الموظفين، بس لكن إذا الموظف نفسه اللي أنت عم تتعاملي معه ما بيحكي عربي، فأنت لحالك رح تعرف إنه لازم تحكي معه إنجليش. فهذا الموضوع بيرجع لطبيعة الناس اللي عم تتعامل معهم وشو اللغة تبعتهم أو شو بيعرفوا. السؤال يلي بعده، أخ جاسم، ممكن لمهندس زراعي موجود وظيفة يا ريت تفيدني أو تبعت لي رابط أو اسم الشركة؟ صراحة الاسم غريب. المهم المهندس الزراعي مش كثير انا بعرف شو كل المجالات اللي ممكن تكون تشتغل فيها، بس اذا بنقصد لاندسكيب ديزاينر او لاندسكيب اركتكت او لاندسكيب انجينير او اجريكلتشر انجينير، بدي افهم انا شو ايش طبيعه العمل. اذا لاندسكيب وكل شركات اللي بتشتغل ديزاين او المقاولات اللي بتعمل اصلا لاندسكيب انستليشن او بتنفذ مشاريع اللاندسكيب او تنسيق المواقع. هلا بالنسبه اني ابعت رابط او الشركات اللي ممكن توظف فيها، انا بحط في كل الفيديوهات روابط شركات او ايميلات او ارقام تلفونات، وموجود على www.gsubai.com تبويب اسمه company contacts، يعني انت بتقدر تدخل وتطلع اكثر من 6000 جهة اتصال انك تتواصل معهم، وان شاء الله بتكون من الاشياء اللي ممكن تفيدك. فاللي ما بتلاقيه بالفيديوز ان شاء الله على الاكيد راح تلاقيه في واحد من هاي الملفات، فجو اهيد وشوف شو اللي بيناس. على فيديو كان كيف تكتب ايميل تقديم للشغل بطريقة احترافية، تعمل هاي الاشياء في الايميل. كان بحكي لي طيب اخي كل كلامك جميل جدا، بس الاقي الوظيفة او القبول في قطر، مهندس مشرف انتاج حيواني وكمان زراعي، يا ريت تساعدني ويا ريت تبعت لي موقع للوظائف في دولة قطر. بالنسبة للموقع حكيت لك بالضبط شو الجواب قبل شوي، بالنسبة لانه كلامك جميل بس الاقي الاول الوظيفة فهذا غلط، لازم تسعى من هلا وتروح تلاقي الوظيفة بعدين تسوي اللي بدك اياه اذا كان هدفك انك تلاقي وظيفة. السؤال اللي بعده اجى على كيف اجد فرصة عمل في دولة قطر في 13 دقيقة، هذا فيديو صراحة زمان نزلته وكان بحكي كل الشكر لك استاذ. في نقطة بس يا ريت تشرح لنا عن اصحاب المهن، يعني اللي ما معه شهادات وخصوصا في مجال البناء، كيف فيهم يحصلوا على عمل وهل هي مطلوبة بما انه حضرتك مهندس؟ العمالة تقدر تلاقي بنفس الطريقة اللي كنا عم نحكي فيها انه تقدم للشركات، لكن في كثير شركات شو بتعمل؟ تروح تنزل على الهند، تنقي مجموعة عمالة كبيرة إذا كانت شركة المقاولات كبيرة، بتطلع لهم فيز وبتجيبهم على دولة قطر. يوجوالي الجنسيات العربية تتوظف كفورمن أو كإشي مش يعني مش عامل بناء، يعني لأنه مسيطر عليها العمالة الهندية بشكل خاص، ويمكن اللي من جهة اللي حوالين الهند، يعني الدول اللي حوالين الهند، لأنه رواتبهم قليلة صراحة، ولأنه بيقدروا يحطوهم بسكنات الشركات اللي يمكن الشخص العربي ما بيقدر يتحمل الكواليتي تبعها، هم بيقدروا عادي طبيعتهم انهم يعيشوا بهذه السكنات، مش انتقاص منهم بس خلص هم قادرين انهم يعيشوا فيها. فبالنسبة للعربي يمكن الفرصة أقل، بس حاول. طيب لهون أنا ما رح أطول في هذا الفيديو أكثر من هيك، بتكفي مجموعة الأسئلة هاي ومجموعة الأسئلة الثانية إن شاء الله بحطها بفيديو منفصل في الجزء الثالث من أسئلة المتابعين اللي إن شاء الله عم بتكون بتفيد الجميع. من هون لأشوفك المرات الجاي، قبل نسكر الفيديو لايك شير سبسكرايب وإنيبل نوتيفيكيشن بيل إذا أنت شخص جديد في التشانل، ومر على www.gsubai.com وإذا عجبك إشي خذه. سلام.